اهلا بحضراتكم مره تانية. فقره مهمه جدا هنتكلم فيها في موضوع بيهم اعتقد اغلب الاسر المصريه، وهي امتحانات اخر العام. طبعا فتره الامتحانات واللي بدات من النهارده في بعض المراحل التعليميه، وفي مراحل هتبدا بكره ومستمره معانا لحد شهر 7 وبعض الاشهر الاخرى خاصه بامتحانات الثانويه العامه. عشان كده النهارده هنحاول نتكلم بالتفصيل ازاي نهيئ المناخ المناسب لفتره الامتحانات واللي هتبقى اصعب الفترات على الاسره المصريه وتحديدا الام. عشان كده في بعض المشاكل او الممارسات السلبيه اللي بتكمن عند بعض الاسر، وده طبعا مش قصدهم انه يكون في مثل هذه الامور، ولكن من خوفهم وحبهم لاولادهم بيبقى في وسيله ضغط، يلا ذاكر شد حيلك، عايزين يقعدوا 24 ساعه على الكتاب، وده بيبقى نابع عن حب الام او حب الاب، عايز ابنه يحصل اعلى درجات، ولكن ده ممكن يدينا نتيجه عكسيه مع الطالب، خاصه ان لازم يكون واخد قسط كافي من النوم، لازم يكون مهيئ ليه مناخ مناسب للمذاكره، ولازم يكون في تغذيه جيده وامور كثيره جدا. عشان كده نفتح مع حضراتكم الملف بحذافيره زي ما بيقولوا كده، ازاي نقدر نهيئ المناخ المناسب لامتحانات اخر العام عشان اولادنا ان شاء الله يحصلوا على اعلى الدرجات ويكونوا من المتفوقين. عشان كده برحب بضيفي العزيز الدكتور انور مجدي استشاري الطب النفسي. مجدي انور عفوا دكتور مجدي انور، كل سنه حضرتك طيب يا دكتور. حضرتك طيب استاذ، اخبار حضرتك ايه يا فندم؟ منور الدنيا. ربنا يخليك استاذ عاصم، انا اتشرفت. الله يخليك دكتور مجدي. لو بنتكلم عن امتحانات اخر العام، اكيد ده الامتحان الاهم لكل اسره مصريه، وكل اسره اكيد حريصه ان اولادها يكونوا في افضل مستوى تعليم وان هم يحصلوا اعلى الدرجات. عشان كده ازاي نقدر نهيئ لهم المناخ المناسب في بدايه الامتحانات؟ هو أهم حاجة إن ما يكونش في جو توتر في البيت. نعم. لأن يعني التوتر دوت بيكون بيأثر جدا على تركيز الطفل. نعم. على قد ما بيكون الجو هادي، على قد ما الطفل نفسه قادر يستوعب ويكون يعني بيقدر يحصل أكتر. صحيح. الدعم النفسي كمان مطلوب جدا، التشجيع والتحفيز، البعد عن الكلام السلبي وعن الإحباطات. البعد عن الشد العصبي والشد النفسي بالنسبة للطفل. فمهم قوي ان انا يعني بكون بتعامل مع الطفل بطريقة سليمة سوية، ما بكونش انا كمان متوتر او بنقله التوتر اللي عندي، لان دايما بيبقى الام في حالة توتر اكتر وهي اللي داركة الابعاد المشكلة كامتحان. يعني الطفل ممكن يمر بالمرحلة بطريقة عادية جدا لو كانت الأم في حالة عادية، لكن لما تكون الأم متوترة فبتنقل الخوف بتاعها والتوتر بتاعها للطفل، فهنا رد الفعل بالنسبة للطفل ده بيأثر جدا على التركيز بتاعه وبيأثر على التحصيل الدراسي بالنسبة له. تنظيم مواعيد النوم والصحيان ده أمر مهم جدا، بحيث ان الطفل محتاج وقت كافي للنوم، بحيث ان هو يكون بيقدر يعني الذهن يكون يقظ فيقدر يستوعب. تنظيم مواعيد المذاكره برضو مهمه جدا، يعني الطفل مش مفروض ان انا يعني عايز يقعد يذاكر ما بيقومش، المفروض ان الذهن بيقدر يستوعب مثلا لمده ساعه الا ربع، 45 دقيقه، المفروض الطفل يريح بعدها 10 دقائق. فالوقت ده مهم جدا بالنسبة للطفل عشان يستعيد نشاطه الذهني مرة تانية. فلو أنا عايز الطفل دوت يقعد يستمر في المذاكرة بدون ما يكون بيفصل، ده بيأثر عليه ذهنيا، فده بيأثر على التحصيل الدراسي بالنسبة له. فكل دي مجموعة عوامل ليها أثر مباشر جدا على التحصيل بالنسبة للطفل. في الفترة الأخيرة طبعا من اللي هي قبل الامتحانات، الأم المفروض تكون بتساعد الطفل إن هو يكون بيحل امتحانات أكتر عشان يعرف المستوى بتاعه إيه. وأيا كانت النتيجة في الفترة دي، يعني المفروض إن النتيجة تبقى مقبولة ويبقى الطفل بيبتدي يشوف إيه اللي يعني هو مخطئ فيه بحيث يبتدي يسترجعه. ده محتاج جو هادي قوي عشان الطفل ما يتوترش. وبرضه مش مفروض ان الام تتوتر في الحاله دي، لان هو في الاول وفي الاخر ده تحصيل حاصل خلاص. احنا وصلنا لاخر السنه. يعني اللي ذاكر ذاكر، يعني مش هنيجي قبل الامتحان بكام يوم ونقول ان احنا محتاجين نحصل كل اللي فات يعني طول السنه. بالظبط. عشان كده فايده ان الطفل بيحل امتحانات في الوقت دوت، الطفل بيبقى دارك الاسئله شكلها ايه، طريقه الاجابه ايه، وكمان الام بتبقى فاهمه ان الطفل دوت ادراكه واصل لفين وايه الحتت اللي واقع فيها، فتبتدي كده ببساطه تركز على الحتت اللي واقع فيها الطفل.
فكده هي بترتقي بيه خصوصا في الفترة الأخيرة قبل الامتحانات. لو الأم بتراعي الكلام دوت في هدوء تام هتكون طبعا النتائج أفضل جدا بالنسبة للطفل. حلو. بعض أولياء الأمور خطأ شائع بيقع فيه المقارنة. شد حيلك ده ابن خالك مش عارف السنة اللي فاتت واخد كام في المية، شد حيلك ده أختك ولا أخوك بيذاكروا أحسن منك. الجزئية دي تأثيرها إيه على نفسية الطالب وعلى مستوى تحصيله الدراسي دكتور مجد؟ الحقيقة ده أمر يعني مدمر جدا لنفسية الطفل. حتة المقارنة دي أمر صعب قوي. الطفل لما بيلاقي نفسه إن في حد أفضل منه هو مش قادر يوصل ليه هو بيحبط. صحيح، بيحس بالعجز. بيحس بالفشل والعجز طبعا. فأنا هنا بدل ما أنا يعني بحاول أحفزه إن هو يكون في مرحلة أفضل، لا أنا بعجزه وبقوله إن في حد أفضل منك وأنت يعني مش هو شايف إنه مش قادر يوصل له. فبالتالي الطفل هنا بيحبط مش بيتشجع. فحتة المقارنة شيء مدمر جدا بالنسبة للطفل. خليني أنا أقول أني أنا عايز أعمل للطفل تقييم مش مقارنة. والتقييم هنا زي ما أنا قلت من شوية أن هو بيبتدي يحل امتحانات على أساس الأم تبقى فاهمة هو في أي مرحلة وفين الحتة اللي وقع فيها. هنا لو بتدعمه نفسيا وبتشجعه أن هو يكون يعني بيصحح المفاهيم بتاعته للأسئلة، فبيبتدي يجاوب السؤال مرة واثنين وثلاثة، فهتلاقي أن الطفل دوت كل مدى استيعابه بيزيد خصوصا طبعا في فترة الامتحانات. لكن موضوع المقارنة ده شيء مدمر جدا، والكلام طبعا السلبي والمحبط بقى في الوقت دوت بيفشل الطفل تماما. الطفل لو لقى نفسه ان هو واصل لمرحلة ان هو مش قادر يكون بيوصل للمرحلة اللي الأم عايزاها، في الآخر بيحبط وبيبتدي يستسلم، طب خلاص أنا كده يعني، فبيفقد الأمل حتى في نفسه. صحيح. فهنا مرحلة الإحباط دي بتبقى مدمرة جدا للطفل، مش هتكون بترتقي بيه، بالعكس هتجيب نتائج عكسية. عدد الساعات الكافية اللي واجب على كل طالب ان هو ينامها عشان يقدر يركز ويكون في عملية تحصيل دراسي جيد، يعني لا يقل عن 6 ساعات لـ8 ساعات او 9 ساعات. لبعض الاطفال بيبقى جسمهم اضعف شوية، محتاجين فترة اطول. تمام. الطفل بس لما بديله انا فترات كمان بين في المذاكرة ما بين ساعة الا ربع تقريبا 10 دقايق بديله وقت، ده بيساعده على تجديد نشاطه. خليني اقول ان لو الطفل شعرت ان هو بعد وقت ان هو مرهق اديله برضو نص ساعة، في النص بقى كبريك يقدر يكون بيشرب فيها حاجة، يقدر يكون يعني بيغير جو بحيث ان هو ما يحسش ان هو كمان الضغط النفسي والعبء النفسي عليه بيوصله لمرحلة الملل، لان حتة الملل بالنسبة للطفل برضو هنا امر مهم قوي. لو في تحفيز وتشجيع هنا بيقلل نسبة الملل عند الطفل. فلما بيكون في دعم نفسي الطفل بيتشجع أكتر، ولما بيحس إنه هو قادر يكون بيوصل لنتائج كويسة، وبعدين لما بيقابل كمان الإخفاقات بتاعت الطفل بتشجيع ودعم نفسي، لا هتقدر، لا ما تخافش، وتعالى بينا طب نقراها تاني، وتعالى نذاكرها تاني، ونحل سؤال تاني، وأدي الحل الأفضل. ففي الوقت دوت أنا بخلي الطفل بيكتسب المهارات والمعلومات بطريقة بسيطة جدا ومن غير ما أعمله يعني إحباط. فهنا الطفل في الوقت دوت استيعابه بيزيد وقدرته على مواجهة الامتحان بتبقى أفضل، لأنه جو البيت كان في هدوء وقدر يكون بيحل الأسئلة في وجود مامته بطريقة بسيطة. فلما يجي يدخل بعد كده الامتحان هتلاقي النتائج بتاعته بقيت خلاص عادية، ولما خصوصا لو لقى أسئلة بقى متكررة في الوقت دوت هيلاقي الدنيا بالنسبة له أفضل. حلو جدا. ساعات النوم، في ناس كتير جدا يقول لك أنا بسهر طول الليلة ذاكر ونام في النهار، ونلاقي العكس. الأفضل إيه؟ خاصة إن الساعة الفسيولوجية اللي محتاجها فعلا الجسم عشان خاطر يعني دي الساعة اللي ربنا سبحانه وتعالى بيدينا فيها كل الطاقة وبيعوضنا عن كل المجهود اللي احنا بذلناه طوال اليوم. الناس اللي بتذاكر بالليل دي وبتقعد مطبقة، ده هل فعلا ممكن يحصله ولا الأفضل إيه يا دكتور؟ لا طبعا الجسم بيحتاج ساعات للنوم كافية، وعلى قد ما بيكون ساعات النوم منتظمة كمان كل ما كان التحصيل بيبقى أفضل. كل ما كان الواحد ذهنه نقي ونشط بيقدر يكون بيستوعب الأسئلة، وبيبقى عنده كمان القدرة ان هو يكون بيحل وبطريقة أفضل. فلما بيكون الذهن نشط ده أفضل يعني مرحلة ووقت يكون للمذاكرة. المفروض يكون بالليل بقى النوم الصح يعني. النوم طبعا طبيعي المفروض يكون بالليل.
لان في ناس بتقول لك انا بسهر طول الليل اذاكر وفي الاخر بنام في النهار. لا للاسف ده مش بيساعد الطفل على التحصيل كويس. لكن المفروض ان ربنا خلق الليل للنوم والصحيان في النهار يعني، والمجهود المفروض يبذله لان الجسم كمان بيكون بكامل لياقته ونشاطه. فترات الليل كمان الجسم يكون بيتخلص فيها من سموم. فعايز اقول لو الطفل ده مش بينام كويس فهو مش قادر يتخلص من السموم اللي المفروض يتخلص فيها في فترات الليل. فدي يعني ساعة بيولوجية ربنا خلقها للإنسان انه يكون ينام بالليل ويكون بيصحى في النهار يعني. صحيح. طيب التغذية السليمة بقى في الوقت ده دكتور ننصح بإيه؟ لأن بعض أولياء الأمور بيدوا بقى عصاير، والأغلبها بتبقى مثلا عصاير مش فريش، بيدوا أطعمة وبتبقى حاجات اللي هي يعني بالظبط. يعني الأفضل إيه والتغذية السليمة اللي بتساعد ابني على التحصيل الدراسي؟ هو الخضار والفاكهة مهمين جدا، الحاجات الفريش مهمة جدا، الابتعاد عن كل يعني المواد الحافظة اللي فيها ألوان واللي فيها مواد ألوان طبعا. ده مهم جدا ان يكون يعني دي تغذية سليمة اللي المفروض بتساعد الطفل. لكن في حاجات تاني ممكن بتساعد الطفل كمان على التركيز، يعني مادة الأوميجا 3 سواء كانت في الأسماك أو إن كانت في المكسرات وخصوصا عين الجمل. عايز أقول عسل النحل مع المكسرات وخصوصا عين الجمل بيبقى مفيد جدا للتركيز بالنسبة للطفل. فالحاجات اللي هي الفريش والطبيعية أفضل جدا من أي كيميكالز ممكن الطفل يكون بياخده. فلو الأم يعني عايزة تساعد طفلها بطريقة صحيحة تديله الأغذية السليمة، وطبعا يبتعد عن المواد الحافظة بكل أنواعها وكل ألوانها يعني. ده مهم. حلو جدا. إزاي بقى نرتب أفكارنا في المراجعات النهائية وتقسيم المواد بتاعتنا بحيث إن احنا نقدر نراجع كل مادة، يعني مش هقول نصمها صم ولكن على الاقل نفهمها ونقدر نكون عارفين ومدركين كل الماده بشكل لائق وبشكل كده نقدر من خلاله نجاوب افضل في الامتحان. خليني اقول ان الام لازم تكون بتساعد طفلها انه يعمل جدول يكون بيتحرك على اساسه. وطبعا بتبقى كل ام فاهمه قدرات طفلها. معلش دكتور هنا الطفل مش الطفل اللي هو في ابتدائي واعدادي، هو احنا لحد الثانويه عامه بالنسبه لحد الجامعه بالنسبه لوالدتك طفل يعني. فاحنا بنتكلم ان الام فعلا عليها عامل اساسي في هذا الامر في ترتيب الجدول، بانها بتدير البيت وبترتبه وبتعمل كل هذه الامور، فلازم كمان انها تدير يعني الجدول الخاص بمذاكره ابنها لحد المراحل التعليميه المختلفه. خليني أقول كل ما كان يعني الطفل في مرحلة أكبر فهو يقدر يكون بيعمل جدول لنفسه، بس مامته برضه متابعة معاه صحيح وفاهمة وشايفة إيه الدنيا بالنسبة له، فتكون يعني بتدعمه في دوت وده بيدعمه حتى نفسيا وبيساعده يعني. أنا واحد من الناس والله يا دكتور أنا والدتي كانت بتدعمني لحد الجامعة، ومش هبالغ ومش هبقى مكسوف لما قلنا كانت بتذاكر معايا لحد الجامعة. فده في حد ذاته مهم لما تلاقي حد بيدعمك وحد بيشاركك الماده اللي انت بتذاكرها، فده بيديك الدافع ان انت تنجز فيها ويكون عندك عمليه للتحصيل بشكل افضل يعني. حابب اعلق الجزء دوت ان الحاله النفسيه للطفل ممكن يكتسبها من امه. فكل ما كان الام بتتعامل مع ربنا يخلينا امهاتنا جميعا يا رب العالمين. ربنا يحفظهم يا رب يعني كل امهاتنا جميعا وام الحبيب. فعلى قد يعني الام دايما يعني عندها كده الحب والابتسامه والعطاء اللي بتكون بتدعم بيه ابنها. فعلى قد ما بيكون الانسان دوت او الطفل دوت مستمتع بهذا الدعم صحيح والله كل ما كان يعني اكثر تفاؤل، اكثر قدره على التفكير والتركيز، اكثر قدره على العطاء. صحيح. فده امر مهم جدا. لو في ناس بتحسبها تقول لك انت عارفه هو انا كنت محصل عشان لو في حاجه صارت حاجه في الامتحان انا ذاكرت وعملت اللي عليا. فالامور يعني بتبقى حتى مطمئن في حد ذاتك ان انت عارف آل بيتك ان انت مذاكر مش مقصر، وفي نفس الوقت داخل الامتحان بمجهود وطبعا بفضل ربنا قبل كل شيء وبمجهودك اللي انت تعبت فيه طوال الفتره اللي فاتت. ده مهم عشان كده هي الحاله النفسيه مهمه جدا. صحيح. بالنسبه للطفل ومهمه جدا بالنسبه للام. اللي بيقدر يدعم الطفل دايما رد فعل الام. على قد ما بتكون هي قادره تستوعب الطفل دوت وبتتعامل معاه بدعم نفسي وهي نفسها متفائله كده ومتوقعه برضو خير، وده امر مهم جدا، ده بينعكس بطريقه مباشره جدا على الطفل. فمن هنا الطفل بيكون عايز يثبت لمامته ان هو جدير بهذه الثقه. فمن هنا بيبذل هو من نفسه مجهود أكبر عشان يكون بيرضي ماما اللي بتقدم له حتى الابتسامة. فدي من أقل الأشياء اللي ممكن تكون يعني أمور طبيعية جدا بس بتدعم الطفل نفسيا جدا.
مع الكلام الإيجابي والتشجيع بتلاقي الطفل دوت عايز يثبت لماما أن أنا حد ناجح. لسه كنت مثلا أنا بتكلم مع طفل بقول له يعني المفروض تشد حيلك، وبتكلم معاه بحيث بدعمه نفسيا، فقال لي أنا عايز أنجح عشان أمي. فبقول له ده مستقبلك. قال لي بس أمي لأنها تعبانة معايا، صحيح، فأنا عايز أكون بفرحها. السمار ده صحيح بالضبط. فهنا الدعم النفسي من الأم بيخلي حتى الطفل نفسه عايز يكون بيرد الابتسامة بتاعت مامته، والتشجيع والدعم النفسي إن هو عايز ينجح. فهو صحيح. أصبح جواه دافع إن هو يكون ينجح عشان ماما، صحيح. رغم إن ده مستقبله هو يعني. صحيح. فدي حاجة حلوة جدا. ده طبعا طبعا في مصلحة الاثنين، في مصلحة الطالب وفي مصلحة الأم. بالضبط كده بالضبط. طيب. الامتحان بقى ازاي نقدر نرتب افكارنا؟ السؤال ايه اللي احنا نبدا بيه؟ ازاي يكون عندنا اجابه لكل سؤال وفي نفس الوقت ندي الاجابه المطلوبه، مش ان احنا نزود حاجات من عندنا والحاجات دي كلها؟ يعني هذه الجزئيه تحب تقولينا عنها يا دكتور؟ حابب اقول ان الطفل المفروض لما يكون بيدخل الامتحان بيبتدي يقرا الاسئله واللي هو عارفه على طول يبتدي يحله، بحيث انه لو في اسئله هو مش عارف اجابتها ممكن يركنها يخليها للاخر، فما يرتبكش، فيحل اللي قدامه أول بأول في بساطة. وبتدي بعد كده بعد ما خلص الجزء اللي هو عارفه بيبتدي بقى اللي بعد منه اللي عارفه مثلا نص نص أو في حتة واقعة منه أو كده، فبياخد الموضوع بالتدريج. على قد ما بيكون الطفل في هدوء نفسي وهدوء عصبي، على قد ما بيكون بيقدر كمان يجاوب وبيركز وبيفتكر أكتر. صحيح. من ضمن التدريبات الذاكرة الاسترخاء. الإنسان لما يكون في حالة استرخاء ممكن يعني يقدر يستطيع أنه هو يكون بيسترجع المعلومات اللي أخذها بهدوء جدا. كل ما كان أعصابه هادية، كل ما كان الشخص متوتر وخايف ومرتبك، كل ما كان مش بيعرف يعني يكون بيجاوب، مش بيعرف يفكر. فممكن تلاقي الطفل دوت عارف الإجابة بس للأسف من كتر ما هو مرتبك مش عارف يجاوب. لكن كل ما كان أعصابه هادية كل ما هيقدر يكون بيسترجع معلومات وبيسترجع الذاكرة وبيقدر يكون بيقدم الإجابات الصح بحسب ما هو تذكرها. وطبعا دوت بيبقى راجع أصلا لجو البيت اللي فيه الدعم النفسي والهدوء النفسي اللي بيخليه في أثناء ما هو بيذاكر وبيراجع في البيت بيدخل الامتحان عادي خالص، لأنه اتعود على أنه يكون يعني بيمارس ده بهدوء مش بتوتر. لكن لو كان الطفل دوت اصلا جوه البيت فيه توتر لما بيروح الامتحان بيتوتر، فبيتوتر دي معناها بينسى اجابات، بينسى حاجات ما بيجاوبهاش اصلا. أيوة. في ممكن اسئله تتنسي بالكامل. صحيح. فمهمه الام هنا في الوقت دوت تكون بتتابع الطفل بالتدريج على اساس حتى وهو بيحل في البيت بتشوف هل هو الطفل دوت بينسى اجزاء من اسئله اللي ممكن يحل يعني جزء من سؤال ويسيب باقي السؤال. فهنا يعني دعم الأم بتكون بتساعد الطفل قوي إنه يركز في كل سؤال بحيث ما يفوتش أسئلة، لأن دي نقطة بتوقع أوقات كتير طلبة إن يحل جزء من سؤاله وما خدش باله من الباقي. فهنا الجزء دوت هنا وجود الأم والدعم النفسي للطفل في أثناء الدراسة في البيت والمراجعة في البيت هي بتكون مركزة قوي، فبتبتدي تحذره خلي بالك أنت في جزء من السؤال ما خدتش بالك منه. لا اقرا السؤال كويس عشان تعرف تجاوب كويس. وبعدين حدد السؤال الاجزاء بتاعته وابتدي يجاوب على جزء جزء. ما تحاولش تجاوب جزء وتنط بعد كده على سؤال تاني، لا راجع كده شوف انت يا ترى في حاجه سبتها ولا ما فيش. ده مهم جدا بالنسبه للطفل في اثناء يكون في الامتحان. صحيح. لو الطفل بيعمل كده طبعا هيكون بيحل معظم الاسئله اللي هو عارفها يعني، وده افضل يعني. طيب دكتور، حضرتك عارف دكتور مجدي ان كل طفل قدراته بتختلف عن الاخر، وانه ممكن واحد يستوعب الماده كلها مثلا طوال السنه وفي ناس ما بتقدرش تستوعب الماده كلها، وفي واحد يقدر يراجع الماده في ساعه او ساعتين، وفي واحد يقعد مثلا باليوم او يومين يراجع الماده. مظبوط. القدرات العقليه اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني اداها لكل واحد بنسب متفاوته، نقنع اولياء الامور ان القدرات دي مختلفه ازاي من طفل لطفل، وان هو مش عشان خاطر ابنه مثلا تحصيله ضعيف يبقى ابنه كده فاشل لا سمح الله، وان مش معنى ان ابنه تحصيله ضعيف ان هو كده يعني مطالب ان هو ياخد الدرجه النهائيه في الامتحان. الامور دي كلها تنصحنا بيها تقول لنا يا حضرتك اثرت نقطه مهمه جدا، القدرات العقليه. ايوه.
المفروض ان كل اب كل ام يعمل لابنه اي كيو مقياس ذكاء عشان اعرف مقدار التركيز والادراك بتاع الطفل قد ايه. دي يمكن نقطه مهمله، الناس ما عندهاش الثقافه دي او الفكر دوت، وده اللي بيسبب المشكله. ان لما بعرف، وده حضراتكم اللي انتوا بتعملوه يا دكتور، ده شغلنا احنا طبعا، ان احنا بنعمل للطفل مقياس ذكائه بناء عن الاجزاء اللي واقعه عند الطفل، يعني حته الادراك او التركيز. انا اقدر اعلي التركيز واقدر اعلي الادراك بتاع الطفل كويس جدا، كل دي مهارات حياتيه انا بقدر اكسبها للطفل، بس لازم اعمل له اي كيو اللي هو مقياس الذكاء عشان اقدر اشتغل على حته الواقعه عند الطفل. اوقات في طفل تحصيله حلو جدا وبينسى بسرعه جدا، ايوه بالظبط، فعنده مشكله في التركيز، عنده مشكله في الذاكره قصيره المدى. فانا بشتغل، انا دلوقتي بشتكي ان ابني الماده بدل ما يذاكرها في ساعه بيذاكرها في يومين. طب ما انت سايب طفلك ما تشتغل عليه. يعني عايز اقول اعمل له اي كيو وابتدي اشتغل عليه في جلسات بحيث تبتدي تعلي من الادراك وتركيز الطفل عشان واستيعاب الطفل عشان يكون في مرحله افضل. انت سايبه كده ليه؟ فانا عندي مشكله ومش بعالجها وعايز نتائج من الطفل، ده مش منطق. فدي مشكله معظم الاسر اللي مش داركه الجزئيه دي، ودي نقطه خطيره جدا. ونيجي بعد كده نقول ان الطفل دوت نسي حاجات، الطفل دوت يعني بيذاكر كتير ومش بيحصل او بينسى، كل الكلام ده انت اللي مقصر في حق ابنك. فلو الوعي ده موجود عند الاسر هتلاقي يعني مشاكل كتير عند الاطفال بتتحل، وده امر مهم جدا. صحيح. فما ينفعش كمان بقى اني انا اضغط على الطفل فوق طاقته، لان ان كان الطفل دوت ليه قدره عقليه معينه فعايز اقول دي قدرته العقليه، وخصوصا ان انا ما اشتغلتش عليها. في حين لو اشتغلت عليها ممكن القدره دي تكون بتزداد. اذا يعني جزء من المشكله بيبقى دايما ولي الامر مش الطفل. الطفل انا عندي ارض واقع، هو في مرحله معينه، المرحله المعينه دي لو انا برتقي بيها هتنقل بيه لمرحله ثانيه. لكن لو انا سايب الطفل ومصر ان هو يكون افضل وهو من غير ما اشتغل عليه مش هيحصل. فهنا انا برهق الطفل فوق طاقته، بضغطه يعني نفسيا، وفي الاخر طبعا انا بوصل لنتائج عكسيه. صحيح. المكان اللي بيذاكر فيه الطالب اكيد ده عليه عامل كبير جدا. اكيد. المكان الانسب عشان الطالب عندي او الطفل بتاعي يقدر يحصل افضل نتيجه وفي نفس الوقت يبقى يعني مركز طول الوقت. الطفل محتاج مكان مريح وما فيهوش مشتتات ذهنيه كتير. فعايز مكان هادي فاضي، يعني في جو كمان يكون مريح في القعده، مريح في المذاكره، الاضاءه تكون كويسه. صحيح. بعيد عن اماكن النوم، يعني ما ينفعش اذاكر وانا على السرير. وما ينفعش كمان يكون جنبه مشتتات. يعني الطفل التلفزيون الحاجات دي كلها. طبعا طبعا، التلفزيون، الكمبيوتر، يعني عايز اقول الموبايل، الكلام ده كله حاجات مشتتات. عايز اقول جو البيت مهم جدا، يعني انا ممكن الطفل قاعد في الاوضه بتاعته بس حد بره بشغل مثلا تلفزيون بصوت عالي. ما ينفعش. فمشتتات. فانا عايز اشيل المشتتات اللي جوه الدايره بتاعت الطفل واللي بره كمان جنبه بقدر الامكان. بحيث ان انا اهيئ ليه جو سليم بحيث يقدر يكون بيستوعب بطريقه افضل. فالعوامل المحيطه بالطفل هي ضمن العوامل المؤثره على النتيجه اللي بيوصل ليها. على قد ما انا بخليه في مكان مناسب للمذاكره على قد ما هيكون كمان بيجيب نتائج افضل. عايز اقول الحاله النفسيه كمان لو المكان مهيئ ومترتب بطريقه كويسه هتكون بتفرق جدا مع الطفل. المكان العشوائي بالنسبه للطفل ده مشتت في حد ذاته وما بيخليش الطفل يركز. لما يكون في تشتت حوالين الطفل بتبقى حتى الماده اللي قدامه من ضمن الحاجات المشتته، لان هي دي عايزه تركيز وحدها. فجنبها كمان مجموعه مشتتات، يبقى هنا مشتتات وهنا مشتتات، مش عارف ركز خالص، فالدنيا بتبقى يعني صعبه بالنسبه للطفل. لكن طبعا تهيئه المكان دي مهمه جدا بالنسبه للطفل. حلو جدا. لو احنا دخلنا اللجنه او الطالب دخل اللجنه بتاعته وحس ان في بعض الامور ممكن تاثر عليه، ازاي يقدر يعني يتغلب على ده يا دكتور؟ تنصحه تقول له ايه؟ يكون في هدوء نفسي. والهدوء النفسي لما يكون اصلا الطفل خارج من البيت هادي نفسيا، المؤثرات الخارجيه ودي وارده هتكون تاثيرها اقل عليه. لاني اوقات بيحصل يعني جوه اللجنه بيكون في يعني تشتت، بيكون في دوشه، في اصوات عاليه. فلو كان الطفل من جوه البيت عايش في جو هادي، المؤثرات الخارجيه بره هتكون تاثيرها عليه اقل.
فده مهم. طبعا لو الطفل بقى في البيت متوتر والدنيا مرتبكة عنده، لما بيدخل اللجنة بيلاقي نفس الارتباك طبعا بيتشتت، ودي بتبقى مشكلة كبيرة يعني. صحيح، فلازم الهدوء النفسي بتاعه. طبعا طبعا. حلوة. طبعا. مؤمن دايما بالنفس العميق واكتمه وطلعه بالراحة، ده دكتور. أكيد ده بيدي استرخاء. ده بيساعدني في الهدوء والاسترخاء، وإن أنا أستعيد كل قوايا العقلية والذهنية وأنا رايح. لأنه ده بيزود نسبة الأكسجين أصلا في الدم. صحيح. فبيخلي الإنسان صحيح. في حالة أفضل يعني. جربتها وأنا في الامتحانات، وجربتها الحقيقة قبل كل حلقة، لما بتيجي تاخد كده نفس عميق. طبعا طبعا. تطلعه بالراحه، وبالتالي بتبقى مركز حتى في السكريبت اللي انت رجعته قبل الامتحان. دي تمارين الاسترخاء. بالظبط كده دكتور. يعني اكيد دكتور مجدي بتشوف انواع المذاكره المختلفه، يعني واحد يقول لك انا ما اعرفش اذاكر غير والسماعات في وداني وانا مثلا بسمع حاجه معينه، واحد يقول لك انا بحب اذاكر وانا ماشي، واحد يقول لك ما بعرفش اذاكر غير وانا مريح كده وفارد رجلي على السرير ومريح شويه. هل دي صح في طرق يعني للمذاكره دي بتديني تحصيل فعلا كويس، ولا دي اشكال بيهربوا منها مثلا الطلبه من عمليه المذاكره وبيقنعوا يعني اولياء امورهم بده؟ اقدر اقول بس دي هي عمليه تعود. بس الشيء الاصح والافضل ان يكون الطفل قاعد على المكتب بتاعه، على الكرسي بتاعه، بطريقه مريحه، فقادر يكون في جو طبيعي مهيئ لمذاكره. بس دي كلها عادات سلوكيات. عادات مش قدرات مثلا؟ لا، عادات سلوكيه. مش ملهاش علاقه قوي. في حد ربنا مديله القدره قوي على التحصيل. في حد عنده قدره على الحفظ. في حد تاني عنده القدره على الفهم مش الحفظ، مش هيعرف يحفظ غير لو فهم. لكن في حد تاني ممكن يحفظ وما يبقاش فاهم، فواخد المعلومه جامده وبيطبقها بطريقه جامده من غير ما يفهم. افضل طبعا انه بيعرف. ما هو هقول الفاهم لو مش بيعرف يحفظ برضه مشكله. والحافظ لو مش بيفهم برضه مشكله. الاثنين اصعب من بعض. الوسط يعني لو نص حفظ ونص فهم كده كويس جدا. الانسان لازم يكون بيفهم واللي بيفهمه بيحفظه. تمام. او بيحفظ بناء عن فهم. ده افضل شيء. فبرضه هنا تنمية القدرات بالنسبة للطفل مهمة قوي، عشان الطفل ده يعرف يحفظ أكتر. عشان الطفل يعرف يفهم أكتر، فأنا محتاج أعلم الطفل إزاي يفهم. صحيح. وعايز أساعد الطفل إن هو يحفظ، وبرضه عشان الطفل يحفظ محتاج إن أنا بديله تدريبات للذاكرة، بحيث إن الطفل ده برتقي بيه مع الوقت. فالذاكرة بتبتدي زي إيه يا دكتور؟ الساعة التخزينية يعني. دي تدريبات احنا بنشتغل عليها حضراتكم انتوا. بنشتغل احنا عليها، بنبتدي ننمي قدرة الطفل على التركيز والحفظ. كويس جدا. بناء عن دوت بقدر اكون بخلي الطفل يعني بدل ما هو قادر مثلا يحفظ 3 كلمات قدر يحفظ 5. كويس. فببتدي ادي للطفل تدريبات مرة في مرة في مرة، بحيث ان القدرة على التحصيل بتبتدي تعلى. تمام. عند الطفل. تمام. نتمنى يا رب كل التوفيق لكل أبنائنا الطلبة والطالبات في جميع المراحل التعليمية في اختبارات نهاية العام. إن شاء الله لازم كلنا يعني كده كأولياء أمور نوفر المناخ المناسب لكل أبنائنا الطلبة والطالبات، ونشد من قدرهم في هذه المرحلة عشان إن شاء الله ربنا يوفقهم ويكون عندهم تحصيل مهم جدا في هذه الفترات. نورتيني يا دكتور، ودايما الحياة بنتشرف بوجود حضرتك وطرحاتك الجميلة. شكرا ليك أستاذ عاصم، السادة المشاهدين. شكرا ليك يا فريق العمل. يا رب. شكرا ليك الدكتور مجدي أنور استشاري الطب النفسي، شرفتني. صحة نفسية مش طب نفسي. صحة نفسية، أهلا بيك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك. لسه مكملين معاكم شكرا بعض الفاصل، فقرة حوارية أخرى من نهار جديد، انتظرونا.